أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستشارك القانوني. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنحاول أن نتطرق إلى الحقوق التي يكفلها القانون للأبناء، ويسعدنا دائما أن نستضيف المستشار القانوني للبرنامج الأستاذ أحمد الأنصار. أستاذ أهلا بك. طيب أستاذ، يعني في البداية وصلتني يعني مجموعة من التساؤلات خصوصا في هذا الموضوع. أول سؤال يعني يمكن يتبادر إلى الذهن وربما يعني اللي سولوا أكثر من مشاهد، أنه في حالة يعني عدم نفقة الأب على الأبناء، هل يمكن يعني أن يتابع قانونيا؟ خصوصا أنه أستاذ غابريت نشير أنه حتى لا يعتبر يعني المشاهد الكرام أنها فورة على الأباء، وخصوصا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ولكن غير في هذا الباب يعني لأنه نذكر دائما المشاهدين الكرام أنه مجموعة حلقات البرنامج وحتى الأسئلة اللي كانت تناولوها فيها أنها تأتي يعني مجموعة من التساؤلات اللي ربما أنه المشاهد الكريم يعني يحس بها أكثر، وبالتالي أننا نحاول إجابة عنها قدر الإمكان خصوصا في وقت البرنامج الضيق. طيب أستاذ تفضل يعني إجابة عن السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بحق نفقة النفقة للأباء للأبناء على الأباء، هذه الحالة هذه تناولها القانون بشيء من التفصيل، وبالتالي إلى رجعنا لمدونة الأسرة اللي هي السند والمرجع القانوني في هذا الباب هذا، غادي نلقاوها ميزت بين حالتين. الحالة الأولى هي اللي كيكون فيها البو عنده منين ينفق، عنده دخل معلوم غير هو ما هو باغي، هو باغي أبغى ينفق. والحالة الثانية هي اللي ما عنده أي دخل يقدر ينفق به على هذا التركها. ونرجع للحالة الأولى، احنا كنجبروا حق النفقة من بين الحقوق الضرورية والواجبة على الأباء تجاه الأبناء، ويعني تستحق من تاريخ التوقف ديالها، يعني إلى توقف واحد التاريخ من هذاك التاريخ يمكن للابن يطلب نفقته من الأب الملزم بها، وكتستمر هذه النفقة هذه إلى حين بلوغ هذا الابن هذا والله هذه البنت سن الرشد القانوني وهو 18 سنة، إلا أنها قد تستمر إلى سن 25 سنة إذا كان الأبناء يتابعون دراستهم الجامعية. ولكن كاين من الحالة الثانية اللي ما هي مرتبطة بسن معين، في حالة البنت إلا مثلا ما عندها لحقت سن الرشد القانوني وما عندها منين ما استخيمت يعني هذا اسمه، وما عندها منين ما عندها أي دخل تقدر تنفق به على نفسها، هنا أيضا تستمر نفقة الأب إلى حين قدرة هذه البنت على الكسب من 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 من, من عمل معين أو استحقاق نفقتها على زوجها إلى أن تستخيم حتى هي. كذلك عندنا واحد الحالة ثانية هي حالة مثلا إذا كان أحد الأبناء مصاب بإعاقة ذهنية والله جسدية تعيقه عن مثلا تجعله غير قادر على الكسب حتى وما ما يقدر يخدم، بالتالي تبقى من بين هذه الحالات اللي مرتبطة يعني ما كتنفق نفقة هذو الناس هذو التركة على مجبر الأب أنه في هذه الحالة غادي نرجع للحالة الثانية. وفي هذا الباب هذا يعني جوابا ردا على سؤالكم، ممكن الأب دائما احنا كنفضل الطرق الحبيه، يمكن لهم برضاء يجوا عند هذا الاب ويقولوا له مثلا على انه احنا ما عندنا منين نسموه كذا، يلي نجبروه مثلا ويردوه الصواب وتجدد الصواب باش يعرف عنه هذا الشيء راه حق شرعي وقانوني يعني. ولكن الا مثلا هذا الاب تعنت وركب كبره، يمكن لهم لجوء القضاء حق دستوري، ويمكن لهم يطرقوا باب القضاء، ويمكن القضاء غادي ينصفهم في هذه الحالات هذه. الا ان الحاله الثانيه غادي نرجع لها هي حاله، وهي الحاله اللي كتحتاج واحد شويه من التفصيل، الحاله اللي كيعجز فيها الاب عن الانفاق يعني ما عنده دخل. في هذه الحاله كان القانون حكيم، ربط يعني عفاه من النفقه في واحد الحاله اللي كتكون فيها الام مسيره يعني عندها دخل، هنا يستوجب عليها أن تنفقها، هي كتقوم بدور الأب تنفق من عندها بمقدار ما عجز عنه هذا الأب.
يعني يعني إذا كان مثلا قد نفق محكوم عليه بمبلغ معين وهو دخله لا يسمح له بأن يعطي كل ذلك المبلغ يعني بإثبات هذه أمور كاملة تخضع لواحد الرقابة قضائية. وبالتالي كان عطوا داكشي اللي عجز هو عنه كتكملوا الأم. وفي الحقيقة هذا القانون فيه راعي فيه واحد النوع ديال التوازن باش ما يضروا الآباء وما يكونش يعني الثقل متوجه على إلا على واحد جهة معينة واحد وحده دون الآخر. نعم هذا يعني يمكننا نتحدث شوي أستاذ عن المساواة. يعني كثير ربما ما هي الكثير ولكن خالق مجموعة من الأسر اللي كتجبر أنه تعامل الأب والله تعامل الأم مع أبنائهم ما خالق واحد المساواة بين 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 أبناء. كيفاش يمكن لك تكلم المساواة حق إنساني أولا وهو من الحقوق يعني اللي من الواجبة على الأباء تجاه أبنائهم. يعني هما قدامه على حد سواء لا يفضل أحدهما على الآخر إلا في الأمور اللي كتستوجب مثلا معاملة أحدهما بشيء من ما غاديش نقول تمييز ولكن من يعني من تفضيل في بعض في بعض في بعض الجوانب. مثلا نقول مثلا كاين واحد من الأبناء يعني أثبت جدارته في الدراسة ومشى بعيد فيها. هنا المنطق كي خلينا نوفروا له واحد الجو ديال هذه الدراسه حيز اكبر يعني حيز اكبر لا ماديا ولا معنويا باش نوفروا له الجو باش يثبت جدارته وتميزه في هذا الجانب اللي هو بين على انه قادر باش يمشي فيه بعيد. ولكن اذا كان الامر على ان هذا الابناء كاملهم متساوون راه في هذه الحاله هذه حقهم على الاب باش يوفر لهم النفقه على حد سواء بحال ويضمن لهم واحد المسار في التمدرس وفي طلب العلم وفي تحصيله. يعني ما يقول مثلا انت لا ما غادي تقرا هذا يقرا لا هما كاملهم خاصهم يقدموا للتعليم والتحصيل الدراسي باش يكتسبوا واحد المعرفه وتسلحوا بها باش يواجهوا سوق العمل. يعني هناك حتى من الجانب الشرعي راه غير مقبول باش ربما تمييز بين الأبناء يعني أمر غير مقبول وغير محمود حتى في الشرع. وربما هناك فيه واحد النوع ديال الذنب كبير أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الأمر المساواة بين الأبناء أمر لا شك فيه يعني التزام يقع إنساني كيف قلنا وقانوني وشرعي يقع على عاتق الأب إلا في الحالات اللي قلنا محصورة وبالتالي لا يعتبر هذا تمييز. طيب أستاذ يعني دائما يعني في إطار الأجوبة على أسئلة المشاهدين الكرام معنا السؤال يقول يعني متى لا تسقط حضانة الأم على أبنائها في حال الزواج؟ الأم إلى طلقت وكانت عندها ابن أو بنت ويعني ورغبت في الزواج الدخول في علاقة زوجية مع شخص آخر وتبين للزوج المطلق باش يسترجع الأبناء دياله ويحضنهم كيف كي يعطيه القانون إلا هذا مبدئيا عنده الحق فاش يسترجعهم. ولكن القانون ومدونة الأسرة استثنات بعض الحالات معينة اللي كتقول فيها على أنه بالرغم من زواج الأم الحاضنة راه ما يمكن للزوج يطلب استرجاع حقه في الحضانة على هؤلاء الأبناء بسبب زواج هذه الأم. هذه الحالات شنو هي؟ منها مثلا إذا كان هذا الصغير وهذا المحضون لا يتجاوز عمره 7 سنوات أو إذا كان سيلحقه ضرر من فراقه لأمه. إن احنا كنعرفوا طيلة يعني الفترة ديال 7 سنوات كيكون الأب والله الابن والمحضون لصيق بأمه وبالتالي يعني إلى 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 فصلنا عنها ربما غادي يوصلوا واحد الضرر وحتى النمو ديالو والتنشئة ديالو غادي يكون فيها واحد النوع ديال. كذلك إذا كان هذا المحضون فيه واحد العاهة ومصاب بعاهة سواء جسدية أو ذهنية وتجعل هذه العاهة هذه تجعل من الصعب على أي كان باش يتمكن من حضانته ويسايرها. يعني ما يمكن تلشي حد يمكن إلا الأم وحدها هي اللي غادي تقدر. فإذا هذه حالة ثانية من مضافة لكن يا أستاذ يعني
في نفس الإطار. نعم. يعني عندنا سؤال آخر وربما يعني مرتبط بذلك التناقض. نضيف لك الحالة الثالثة هي إذا كان الزوج اللي تزوجت به الأم قريب محرم منها، قريب محرما أو نائبا شرعيا لهذا المحظون هذه، فهذه الحالة ملي أيضا ما طيب. ممكن. نعم. طيب أستاذ غار، قلت لك يعني عند واحد ارتباط هذا السؤال بما تقدمتم به، أنه يعني في حالة هل تستحق الأم الحاضنة تكاليف سكن محضونها، بمعنى أن هذه المرأة اللي حاضنة ابن يكانها تقد يعني تتكفل بالسكن ديال محضونها في حالة زواجها بزوج آخر. إيه هاد الأم هذه في حالة مثلا اللي تزوجت بشخص آخر، هاد يعني من الحقوق، الحقوق ديال الابن احنا كنعرفوا على أنها النفقة وأجرة الحضانة وتكاليف ما سمته المدونة بتكاليف سكن المحضون. يعني كنجبروا النفقة وأجرة الحضانة وتكاليف سكن المحضون، هي مستقلة في تقديرها على النفقة. هاد ثلاثة الحقوق إلا جاب الله هاد السيدة استخيمت ودخلت في علاقة زوجية ثانية ورغبت باش تبقى محتفظة بمحضونها، لا القانون يسقط عنها مباشرة بمجرد اسمه زواجها الثاني، يسقط عنها، يسقط عن الزوج بالأحرى تكاليف سكن المحضون، يعني كيبقى عليه غير النفقة وأجرة الحضانة. إذن لا تستحق الأم تكاليف سكن المحضون في حالة زواجها من آخر. طيب أستاذ، يعني إحنا وصلنا لنهاية حلقة البرنامج، وربما يعني مثل هذه المواضيع أنها تستحق منا أكثر وتستحق منا وقت أكثر، ودائما نشارككم مشاهدينا الكرام أننا نحاول ما أمكن أننا نجاوب على قسط من مجموعة يعني من الأسئلة الكبيرة، وبطبيعة الحال إحنا ما يمكننا يعني في خلال الوقت البرنامج الضيق أننا نلموا بجميع الأسئلة المتعلقة بمجموع المواضيع. في الختام يعني لا يسعنا أستاذ إلا نشكرك على هذه الأجوبة، نشكركم بدوركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نذكركم دائما أنه بإمكانكم إرسال استفساراتكم القانونية أو تساؤلاتكم عبر البريد الإلكتروني للبرنامج أو رقم الفاكس الظاهرين أسفل الشاشة أو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. في الختام تقبلوا تحية الطاقم الصحفي والتقني للبرنامج، في أمان الله.